سامبو دستور مكان دستور على اليوتيوب. معنا عندنا قوات الدفاع المدني السعودي جيم ديفي. عودك اشترك في القناة واضغط لايك والله انت الفيديو. بدأنا الفيديو قوات المملكة العربية السعودية دولة اسلامية الله حفظ بها الحرمين الله عز وجل. قوات الطوارئ السعودية قوات من خاصة نتكلم كلام في الأول الشيخ وسيم دولة قوتها لأن الله يعلم أن هذا الشعب كفيل بحماية سيارة الأباتشي حيث يجعل الرسالة الله أعلم يعلم أن هذا الشعب كفيل سيارة القوات الطوارئ شو بيعمل عن الاقتحام ازاي؟ نطلع العربية من العربية وشال اللي بتعمل ده شوف واو واو شوف ماسك الواد امبارح نزل في العربية على طول واو قوات خاصة كفاءة عالية في التدريب شوف والنار يعني النار وجدت عليه برضه شوف واو واو وساكت العربيات عشان الناس المهمين كل الرؤساء وحاج جاي سفير من بره عشان لو حد يتعامل معاه يكون هو بيعرف يسوق كده الحركات عشان يتعامل مع حد فعمل اقتحام منورات دي مدينة العرض صوت العرض العسكري دي صوت العرض العسكري شوف القوات شوف الدبابات الدبابات الحربية كلها منورات وتدريبات مثل قوات الطاقات العسكرية والطيارات طيارات التدريب الوردية والطيارات الحربية وكانت الصولة طيارات الأباتشي الأمريكية تسليح مرة عالي لك في الوردي شوف دي نازلة من حمل الطيارة كلها تدريبات عشان ينفق كفاءة الجاهزية شوف الجاهزية التامة لأي حرب واو الطيارات يكونها منورات مستعدات لأي حرب القضاء على الميليشيات الإرهابيين شوف عملت اقتحام لواحد جوا السيارة كده عملت اقتحام جوا السيارة واو شوف الدبابات شوف الدبابة عامل ازاي دي ده جنب الصواريخ المدفعية دي صاروخ التصوير البطيء واو يكون التصوير البطيء واو شوف الصواريخ برضو ده يا جماعة شوف التصوير الليلي كل سنة تشترك ناصر 1000 مشترك ولا لايك ناصر أكبر عليكم.